منشآت طاقوية جديدة ومشروع تموين مدينة تامن راست بالغاز الطبيعي يدخل حيز الخدمة، وبدوي يؤكد ضرورة تقديم الاستثمارات الكبرى للدولة بجنوبنا الكبيرة. الفريق أحمد جيد صالح يشيد من وهران بالمستوى الذي بلغته الصناعات العسكرية في بلادنا وبمصداقية منظومة الاتصال الفعالة بين الشعب الجزائري وجيشه. في أجواء جنائزية مهيبة، تواصل تشييع جثامين شهداء تحطم الطائرة العسكرية، والشهيد المقدم إسماعيل دوسن قائد الطائرة يوارى الثرى بالبليدة. وزير الصناعة والمناجم يؤكد أهمية إطفاء الشفافية التامة حول أسعار السيارات المتداولة في السوق الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. أشرف وزير الداخلية والجمعيات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي رفقة وزير الطاقة مصطفى جيتوني بتمن راست على تدشين أنبوب نقل الغاز ومحطة تحويل الغاز الطبيعي ضمن مشروع تموين سكان عاصمة الأهجار بالغاز الطبيعي انطلاقا من تيدكلت. وسيضمن هذا المشروع تزويد كل القرى والتجمعات السكانية الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 1 إلى جانب تموين 6 محطات لضخ المياه في إطار المشروع العملاق لتحويل المياه من عين صالح إلى تمن راست ومحطتين لإنتاج الكهرباء بعاصمة الولاية. وبالمناسبة أكد بدوي ضرورة تثمين الاستثمارات الكبيرة للدولة في هذا المجال وانعكاساتها الإيجابية على المواطن، مشددا على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع على جنوبنا الكبير. وخلال وضع شبكة التموين بالغاز الطبيعي حيز الخدمة، أعطى وزير الطاقة مصطفى جيتوني تعليمات لمسؤولي صون الغاز بضرورة تعزيز وتوسيع شبكة الربط بالغاز الطبيعي بالمنطقة. رباح مداوي. ضمن المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة والتي انخرطت فيها بلادنا بداية من 2014 للوصول إلى 22,000 ميجاوات مع آفاق 2030، دشن وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي محطة جنار للطاقات الشمسية بقدرة 13 ميجاوات على مساحة 26 هكتار. احنا ماذا بيا المواطن نتاع المنطقة تاع تمرست ولا كل المناطق هذه الجنوبية يعرف أول الآثار الاجتماعية الإيجابية لهذا المشروع، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يعرف واش راح نربحوا كإمكانيات مالية في باستعمال الطاقات المتجددة. تمن راست كانت أيضا مع موعد دخول الخدمة للغاز الطبيعي من خلال تدشين الأنبوب ومحطة الغاز في مشروع تطلب إنجاز 530 كيلومتر من شبكة النقل من تيدكلت بعين صالح إلى تمن راست، والتي أعطى الوزير إشارة التزويد بالغاز الطبيعي من حيث تفصيل وسط ترحاب كبير لساكنة المدينة بهذا الإنجاز. بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية لا أجدني إلا فخورا كل الفخر والاعتزاز بتدشين أحد أهم مشاريع القرن، ألا وهو مشروع أنبوب الغاز الذي يمتد على طول 530 كيلومتر انطلاقا من تيدكلت وصولا إلى تمن راست، وبسعة 700 مليون متر مكعب سنويا، فاتحة بذلك آفاقا تنموية جديدة تجعل من هذه الولاية قطبا صناعيا قاريا وبامتياز، وإضافة لأبناء عاصمة الأهجار ومفخرة بلادنا يفوق حدود الوطن كما هو الحال لارتهان الثقافي والحضاري.
مرحبا بكم كوندونور جوسن يوين غدا الكاز وسكران نتاويد القرعه تنفر اللي راهو ننغ نتا دزن صدر ننغ الحمد لله النعمه تمسنا طلعنا الدوسه تاعنا الكاز التنامة اللي مسنا نغيونا الوازر ننغ ونغ جوسن الوازر ننغ ونغ جوسن دي منو كول ننغ يا راهو ننغ المجاهد ننغ مسنا نرخمن درايس ننغ بوتفليقه مسنا تيزوزين 2100 زبون معني بالغاز الطبيعي كمرحلة أولى من أصل أكثر من 16,000 بيت موصول بالشبكة، النسبة ضعيفة ولا تعكس لا حجم ولا تكلفة المشروع. ما تقوليش باللي درنا 2000 وبقات 14,000 ماشي مخدومة. اللي تفوتوا دار بدار كل يوم سيل لو فو ميتي دي دام دي ديمارشاز وتفوتوا بو لو اكسبليكي فوا لي ميتر اون غاز. سي تري امبورتون. المشروع استراتيجي يندرج ضمن ما وعد به رئيس الجمهورية الساكنة تمرست، بعث التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ودعم قدرة الإنتاج لأكثر من مرفق بولاية تعد بالكثير مرافقها من المستثمرين. وفي جلسة عمل مع ممثلي المجتمع المدني لتمنراست، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتاهي العمراني نور الدين بدوي أنه سيتم إفاد لجنة وزارية مشتركة مجددا إلى هذه الولاية لمتابعة وضعية التنمية والتكفل بالانشغالات المستجدة لسكان المنطقة، حيث ستبذل كل المجهودات للتكفل بها عبر مراحل وحسب الأولويات. وأضاف بدوي أن هناك إرادة قوية للمرافقة من خلال البرامج التي وضعتها الدولة، وسوف تواصل الإصغاء لكل الانشغالات وسنتكفل بتجسيدها ميدانيا، مؤكدا في السياق ذاته أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يشدد على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للتنمية المحلية في مختلف القطاعات بمناطق الجنوب الكبيرة. وفي معرض رده على الانشغالات المتعلقة بمشاريع الطرق، أكد بدوي أن صندوق تطوير مناطق الجنوب الذي أعطى رئيس الجمهورية توجيهات لتفعيله يولي أهمية كبيرة لقطاع الأشغال العمومية، حيث سيتم في هذا الصدد تكفل بمشروع إنجاز طريق إلى غاية تينزواتين الحدودية، وتمحورت انشغالات ممثلي المجتمع المدني بالخصوص حول مشاريع الطرقات وسبل تنمية النشاط الفلاحي وتطوير مقاولات الشباب بالمنطقة. هؤلاء الرجال المرابطين على حدود من أفراد للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن وبمعية وعي مواطني كل هذه المناطق الحدودية، كل هؤلاء السكان الذين نعبر لهم عن تقديرنا وعن اعترافنا وعن احترامنا عن وجودهم وعن وقفتهم ووقوفهم حتى في هذه الظروف، أو حتى في الظروف التي لم تكن بالسهلة لديهم. سوف نرافق كل هذه المناطق الحدودية ببرامج مختلفة تنموية لدعم أهالينا وسكاننا في المناطق الحدودية. هذا الجانب أو هذه النقطة المتعلقة بالجانب السياحي، وأنا متفائل جدا من منطلق ما استمعت إليه في هذه الندوة الأخيرة، ومن منطلق عزم المسؤولين قطاع السياحة، ومن منطلق الأهمية التي توليها الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية إلى قطاع السياحة، وبالخصوص إلى قطاع السياحة في الجنوب الكبير وفي ولاية تمرست بصفة خاصة. بمناسبة تدشين مشروع أنبوب الغاز الذي ينقل الغاز من عين صالح إلى تمنرست وجنات، هذا الإنجاز الاستراتيجي الذي أمر بتنفيذه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيزود كل المناطق بالغاز الطبيعي، وسيساهم في تعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشاد الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أشاد بالمستوى الراقي الذي بلغته الصناعات العسكرية في بلادنا رغم حداثتها. السيد الفريق وخلال ترأسه لاجتماع توجيهي رفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية ألقى كلمة توجيهية أبرز من خلالها المحاور الكبرى لخطة الطريق المتبنات من قبل الجيش الوطني الشعبي من أجل النهوض بقدراته بالاستناد إلى محتوى المقاربة الشاملة التي وضعها رئيس الجمهورية القائد العالي للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني نادي علمي. في كلمة توجيهية أبرز الفريق أحمد جايد صالح المحاور الكبرى لخطة الطريق المتبنات من قبل الجيش الوطني الشعبي من أجل النهوض بقدراته بالاستناد إلى محتوى المقاربة الشاملة التي وضعها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. إن خريطة الطريق كانت في الأساس المسند إلى محتوى المقاربة الشاملة وبعيد النظر التي وضعها فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تبدأ بعناية القصوى بالجانب التكويني من القاعدة إلى أعلى هرم المنظومة التكوينية. هذه العناية التي أضفت عليها مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية بإعادة بحث مدارس أشبال الأمة بعدها التاريخي والمستقبلي. السيد الفريق أشاد بالمستوى الراقي الذي بلغته الصناعات العسكرية في بلادنا رغم حداثتها والتي من خلالها يسعى الجيش الوطني الشعبي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي كمرحلة أولى في مختلف مجالات الصناعة العسكرية، مؤكدا أن كل الجهود المبذولة والنتائج المحققة رافقتها منظومة اتصال فعالة ذات مصداقية عالية تهدف دوما إلى تمتين العلاقة القوية بين الشعب الجزائري وجيشه. بعدها قام السيد الفريق بزيارة مدرسة أشبال الأمة بوهران، حيث استمع في البداية إلى عرض قدمه قائد المدرسة ليطوف بمختلف المرافق الإدارية والبيداغوجية ومختلف المخابر ليلتقي مع الأشبال قبل الكلمة التوجيهية التي ذكر من خلالها بالحرص الشديد على توفير فرص متكافئة لكافة أبناء الشعب الجزائري وتعزيز المنظومة التكوينية للجيش بهذا الصرح الذي سيعطي قواتنا المسلحة جيلا نخبويا متشبعا بالقيم الوطنية ومعتزا بأمجاد ومآثر أسلافه. هذه القيم التي نمل أبدا من ترديد وتكرار إننا في الجيش الوطني الشعبي سيرير جيش التحرير الوطني كنا وسنبقى بحول الله تعالى وقوته نعمل وفقا للتوجيهات والدعم السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على أن تسود بل وتقود قيم نوفمبر ضروب عملنا ومناهج جهدنا المهني وتطوير قواتنا المسلحة. وخلال الزيارة التي قادته إلى القاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير تفقد مختلف مشاريع تطوير وعصرنة هذه القاعدة الاستراتيجية، واطلع السيد الفريق على التحضيرات التي تجريها وحدات برية وبحرية مشتركة بما فيها وحدات الغواصين والتي ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بتنفيذ تمرين إبرار. هذا التمرين الذي يهدف إلى تدريب أفراد مختلف القوات على خوض الأعمال القتالية المشتركة. وبالقاعدة الجوية بوسفر قام السيد الفريق بتدشين بعض المرافق الإدارية والبيداغوجية التي تعززت بها هذه القاعدة. استقبل أمس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عضو المجلس الوطني الفلسطيني رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بدولة فلسطين انتصار الوزير. اللقاء تناول واقع القضية الفلسطينية ومستقبلها بعد قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس الشريف. وبالمناسبة جدد بن صالح موقف الجزائر الرافض للقرار ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، فيما نوهت انتصار الوزير بالموقف الجزائري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
دعا رئيس المجلس الدستوري مراد مدرسي من القاهرة إلى تفعيل علاقة التعاون بين اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بما يحقق الفائدة المشتركة في تطوير القضاء الدستوري في المنطقتين العربية والإفريقية. وهذا خلال كلمة ألقاها في أشغال الجمعية العامة العاشرة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المنعقدة بالعاصمة المصرية. هذا ووافقت الجمعية العامة للاتحاد على اقتراح الجزائر بخصوص مبدأ تمثيل كل الأقاليم أي المغرب العربي والشرق الأوسط والخليج العربي في مكتب الاتحاد. كما شارك مدلسي في أشغال الملتقى العلمي حول تطورات الدستورية الحديثة في الوطن العربي مبرزا جهود الجزائر في تجربتها التي توجت بالتعديل الدستوري الأخير. في النشاط البرلماني وفي رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة خصصت لمناقشة مشروع القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية الذي أدرج رأس السنة الأمازيغية يناير الموافق للثاني عشر جانفي من كل سنة يوما وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر. أكد وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي مراد زمالي أن رئيس الجمهورية وفق في إعطاء الأمازيغية المكانة اللازمة دستوريا والارتقاء بها وحمايتها من كل التلاعبات السياسية. زمالي أكد أن مشروع القانون هذا يندرج في إطار تعزيز الهوية الوطنية بمقوماتها الثلاثة الإسلام العربية والأمازيغية. درس مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس برئاسة سعيد بوحجة رئيس المجلس التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالصحة، حيث سجل ورود 77 تعديلا قبل سحب 5 مقترحات ليصبح عدد التعديلات المحالة للدراسة على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني 72 تعديلا مقترحا مستوفيا الشروط الشكلية. كما قرر مكتب المجلس البتة في مقترحات التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المحدد للأعياد الرسمية اليوم طبقا للأجال القانونية وإحالتها على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للدراسة قبل جلسة المصادقة على مشروعي قانوني الصحة والأعياد الرسمية المبرمجة الاثنين المقبل. وخلال هذا الاجتماع درس المكتب أيضا طلبات تتعلق بتنظيم أيام برلمانية. أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن الدولة ماضية في سياسة تطوير صناعة السيارات محليا مشددا في الوقت نفسه على أهمية إضفاء الشفافية التامة فيما يخص كلفة الإنتاج وكل المكونات وأسعار السيارات المتداولة في السوق الوطنية. الشفافية التامة فيما يخص الأسعار، وإحنا ماشيين في السياسة نتاعنا نتاع تطوير الصناعة والصناعات فيما يخص السيارات. Nous continuons à étudier la question des prix à tous les niveaux pour arriver encore une fois à la transparence totale sur toute la composante des coûts. شكل لقول الاتحادية الوطنية لعمال قطاع البناء والخشب والفلين فرصة لتناول الرهانات القطاعية والاقتصادية المرحلية وسبل مجابهتها، حيث ركزت المداخلات على ضرورة توحيد الرؤى والجهود من أجل الاستقرار. الأمين العام للمركزية النقابية وأثناء مداخلته قال إن التكفل بمطالب العمال بصدق وحكمة وتبصر ومعالجتها بالحوار بعيدا عن التهويل هو السبيل الأنجع لمواجهة التحديات الدولية. هذه فلسفة قوية تاع الحوار، وأنا مجاهد ومناضل تاع الحوار، عارف ما هي النتيجة تاع الحوار. أكيد أن الحوار صعيب ويطلب الذكاء ويطلب دو لا بريزونس ويطلب إرادة نقابية وثقة العمال. الهجومات على المستوى الدولي ضد البلاد ما رايش تحبس، ولكن هنا ولاد الثورة ولاد الشهادة مهما كانت نوع تاعو مفروض علينا
أن ندفع على المؤسسات الجزائر، ندفع على مكاسب البلاد. في أجواء جنائزية مهيبة تتواصل مراسم تشييع جثامين عدد من شهداء حادث سقوط الطائرة العسكرية، وهذا بحضور السلطات العسكرية والمدنية وجمع حاشد من المواطنين، حيث تم مساء أمس بالبليدة تشييع جثمان الشهيد المقدم إسماعيل دوسن قائد الطائرة العسكرية بحضور وزير الاتصال جمال كعوان والسلطات العسكرية والمحلية وليد قادري. تحت أصوات التكبير والزغاريد اهتز حي 400 مسكن بولاد عيش ولاية البليدة، وأهله يستقبلون بحرقة جثمان الشهيد البطل المقدم دوسن إسماعيل قائد الطائرة العسكرية التي تحطمت قبل أيام. ومن مسكنه إلى مثواه الأخير نقل جثمان الشهيد في موكب جنائزي قلما شهدت مثله ولاية البليدة، حيث كان الحضور غفيرا بين سلطات عسكرية ومدنية ومواطنين وبحضور وزير الاتصال جمال كعوان. نترحموا على روح الطاهرة تاع المفقود وكل شهداء هذه الكارثة، ونترحم على عليهم بكل إجلال. نعزيو عائلة تاعهم، نعزيو أنفسنا ونعزيو الجزائر، والله يرحم الشهداء وعظم الله أجر الجزائر. الشهيد دوسن إسماعيل ترك أثره في قلوب أقاربه ومن عرفوه بطيبته وأخلاقه الحميدة قبل أن يترك انطباعا ترسخ لدى كل الجزائريين بموقفه البطولي الذي تفادى به سقوط أرواح أخرى. الناس كاع يحبوه، كاع 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 الجيران يحبوه. انسان ما شاء الله، لا من صالات ولا من دين ولا من كل شيء، انسان ما شاء الله. مش غير العائله تاع دوسن اسماعيل راهي مضروره، انا لاحظت انه الله يبارك كل اجهزه الدوله من اكبرها لاصغرها راهي تقاسمنا هذه المأساة وتواسينا، ونشكرهم شكر الجزيل. ما حسبش روحه بلي قائد، ما حسبش روحه يعني دار روحه في المنزله تاع الناس ضعفاء، وربي يشوف كيفاش دار له بلاصتهم في بلاصه العاليه. الاجواء الجنائزيه نفسها عمت ايضا ولايه سوقهراس التي عرفت مراسم دفن مهيبه ودعت فيها كلا من الشهيد العريف اسكندر بليمه والشهيد العريف اسعد بومعراف، وسط حضور كبير للسلطات العسكريه والمدنيه. الحضور كان كبيرا ايضا بولايه تبسه، حيث شيع جثمان الشهيد العريف الأول أحمد أيمن. ولا تزال مراسيم تشييع الشهداء إلى مثواهم الأخير متواصلة، حيث تم اليوم بمطار محمد بوضياف بقسنطينة استقبال جثامين 11 شهيدا بحضور السلطات العسكرية والمدنية للولاية. رحم الله شهداء الوطن، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أكد رئيس دائرة الاستعمار والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء شريف زراد على ضرورة تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع مختلف الفاعلين من أجل تبادل المعلومات المرتبطة بالإجرام متعدد الأشكال الذي يواكب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهذا في كلمة له خلال إشرافه بالنادي الوطني للجيش على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية. المزيد مع اسمها المملي. ملتقى دولي جاء ليبحث في إشكالية الهجرة غير الشرعية في أسبابها وتداعياتها بعدما تحولت إلى ظاهرة عابرة للقارات ومحط استغلال من قبل المنظمات الإجرامية والإرهابية، وهو ما بات يستلزم تعاونا دوليا أكبر وتنسيقا أقوى لمواجهتها. الجزائر قد سعت إلى توطيد علاقات تعاون مع مختلف الشركاء بغية استتباب مناخ الأمن والاستقرار أمام التحديات الإقليمية الراهنة التي يميزها نشاط جماعات منظمة تمارس كل أشكال الإجرام، مستغلة في ذلك هشاشة أوضاع المهاجرين لتوظيفها في القيام بأعمال تمس الأمن العمومي.
Nous faisons la coopération bilatérale avec l'Algérie d'une façon profonde depuis quelques années avec la gendarmerie nationale de l'Algérie, spécialement dans le domaine de changement des informations par rapport au flux migratoire. Et bien sûr, le plus important aussi avec le garde des côtes de l'Algérie avec lequel on a des communications directes et on fait le change des informations. الجزائر أصبحت حسب المتدخلين مقصدا وليست دولة عبور، والأرقام تشير إلى منح تصاعد في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى بلادنا بين سنوات 2012 و 2017. À travers les zones frontalières permettant l'interpellation de 101 personnes considérées comme passeurs. استراتيجية كاملة ومتكاملة سطرتها الجزائر لمواجهة الظاهرة ضمن مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. الجزائر أصبحت مثلا يقتدى به في هذا المجال لحكمنا فيه اعترافات دولية من طرف المجموعة الإنسانية الدولية. إذا كان حققناها الفضل يرجع للرؤية السديدة للسيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته، يعني سياسته نجحت في أن تشارك كل فعاليات المجتمع الجزائري في تجسيدها ميدانيا، ويعني أنه لقب بفارس الإنسانية من طرف المجموعة الدولية الإنسانية. الملتقى الدولي سيتوج بتوصيات ستكون كفيلة بتعزيز المجهودات المبذولة في مواجهة ظاهرة آخذة في التفاقم والتعقيد. تربويا، أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم سحب الاستدعاءات المتعلقة باجتياز نهاية مرحلة التعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2017-2018 ابتداء من اليوم 25 أفريل إلى غاية يوم الأربعاء 23 ماي المقبل. وأكدت وزيرة التربية بالمناسبة أن سحب هذه الوثيقة يتم من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات http://5.onac.dz. في أحوال الطقس، وفي نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أمطار رعدية إلى غاية مساء اليوم ستشهدها بعض ولايات غرب ووسط غرب الوطن. الولايات المعنية هي البيض، الجلفة، الأغواط، تيارة، سمسيل، سعيدة، معسكر، غليزان، شلف، مستغانم، عين الدفلة، المدية وتيبازا. على الصعيد الدولي، في فلسطين دنس 40 مستوطنا ومثلهم من الطلبة المتشددين مدعومين بأفراد مخابرات الاحتلال المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. ميدانيا، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي غازا ساما شمال شرق قلقيلية، كما اعتقل 15 فلسطينيا بالقدس المحتلة والضفة الغربية. في الملف السوري، انطلقت أمس ببروكسل أشغال المؤتمر الثاني حول مساعدة سوريا وبلدان المنطقة بمبادرة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. اليوم الأول خصص للحوار مع المنظمات غير الحكومية السورية لصياغة توصيات عملية للوزراء المشاركين الذين سينطلق اجتماعهم اليوم. ويهدف المؤتمر إلى تقديم مساعدات لخمسة ملايين لاجئ سوري يقيمون في دول مجاورة وأكثر من ستة ملايين نازح داخل البلاد. ميدانيا، لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر سقوط قذيفة هاون على سوق شعبي بالعاصمة السورية دمشق. إلى أخبار الرياضة، حيث أدركت الرابطة المحترفة الأولى موبيليس جولتها 27، حيث عمق الرائد شباب قسنطينة فارق النقاط عن ملاحقه بعد عودته من وهران بنقطة ثمينة أمام المولودية المحلية، فيما تمكن نصر حسين داي من الارتقاء إلى الوصافة بعد تغلبه على اتحاد بسكرة بهدفين لهدف، متقاسما الوصافة مع شباب شبيبة الثورة التي حققت فوزا مهما على ضيفها اتحاد الجزائر
الجزائر بثلاثة أهداف لهدفين. وبتجنان فرضت مولودية الجزائر التعادل بهدف لمثله على الدفاع المحلي وعادت بنقطة ثمينة من تجنان، في حين فاز نادي بارادو على وفاق الصيف برباعية لهدفين. فيما تواصل شبيبة القبائل سلسلة نتائجها الإيجابية بعد فوزها بتيزي وزو بثلاثية نظيفة على أولمبي المدية. من جهته فاز اتحاد بلعباس بهدف لصفر على اتحاد الحراش الذي تعقدت وضعيته في المؤخرة، وتعادل اتحاد البليدة مع شباب بلوزداد بهدفين لمثلهما. نبقى مع أخبار كرة القدم، حيث تعرف ممثلو الجزائر في الكأس العربية للأندية على منافسيهم في الدور السادس عشر للبطولة، وهذا بعد إجراء عملية القرعة أمس بمدينة جدة السعودية، حيث يواجه وفاق الصيف العين الإماراتي، بينما أوقعت القرعة مولودية الجزائر أمام الرفاع البحريني، ويلعب اتحاد الجزائر ضد نادي القوة الجوية العراقي، وستخوض كل الأندية الجزائرية مباراة الذهاب خارج قواعدها. تمام، لكن وقتكم، لكن خلاص. ونختم النشرة بفعاليات شهر التراث، وعلى هامش معرض التقطير التقليدي فضاء قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة احتضن مساء أمس حفلا فنيا أحيته الفنانة إيمان صهير رفقة شباب جمعية الجنادية للموسيقى الأندلسية من بوفاريك هشام بوميدة. تواصل الأجيال حفاظا على إرثنا الفني الأندلسي هو ما لخصه حفل أمس بجمع الفنانة إيمان صهير بمبدعي جمعية الجنادية من الشباب، وهي من بدأت مشوارها الفني بها. نستهلوا هذا البرنامج بوصلة أندلسية في طبع المزموم، ومن بعد راح يكون فيه يعني دي فالس في السحلي، برنامج في السحلي طبع السحلي، ومن بعد راح يكون فيه حوزي في طبع العراق، وراح يكون فيه أيضا مديح. الجنادية هي أول جمعية التحقت بها في الموسيقى الأندلسية، وكان في عمري لا يتجاوز 8 سنوات، دونك يعني دائما قعدت بيني وبينهم يعني نحسها أول أسرة فنية ليا. اللي زارت الجنادية هما في كل مرة يعني يشاركوا الفنانين اللي يمشوا معاهم في كل الحفلات، وهذا شرف الجمعية باش يكون عندها موسيقيين اللي يمشوا مع فنانين كبار كالفنانة إيمان صهير اليوم. إيمان صهير قدمت وصلات منوعة احتفاء بشهر التراث، فكان الإرث الأندلسي حاضرا بحضور فناني جمعية تنشط وتحافظ على هذا الإرث منذ ما يجاوز 30 عام. وفي الأخير نذكر لمن فاتتهم مواعيدنا الإخبارية، يمكنهم متابعتها عبر عناويننا الإلكترونية الظاهرة أسفل الشاشة. أستودعكم الله.